اليوم راح نستعرض لكم ساعة من شركة ويست اند جرين بامبو داي اند ديت. راح يكون استعراض للساعة ككل ولجميع التفاصيل الخاصة فيها. ونتمنى قبل البدء في الفيديو دعمكم لنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر سبسكرايب وأيضا تفعيل زر الجرس لكي يوصلكم كل جديد. راح يكون الفيديو جدا رائع، تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير، معكم OWB Watch. اليوم راح نستعرض لكم ساعة من شركة West End Watch Company. تصنيف الساعة بيكون بريما هيريتج كلاسيك، راح يكون داي اند ديت. طبعا عمر الساعة اليوم اللي نتكلم عليها او عمر الشركة اليوم اللي نتكلم عليها لأكثر من 100 سنة. طبعا بداية الشركة كان في عام 1886 تم دخول الشركة. طبعا الشركة فعليا دخلت الكويت عن طريق الجيش البريطاني، وكانت هذه الساعة هي الساعة الرسمية طبعا للجيش البريطاني، وهذه الساعة كانت تحمل شعار سوار مثل ما راح نشوف الآن في الاستعراض، في استعراض الساعة. طبعا فكة سوار أو فكة شعار سوار هي أول كتيبة دخلت الخليج عن طريق الكويت. طبعا على هذا الأساس تم تسمية هذا الموديل باسم سوار، طبعا تيمنا بدخول أول كتيبة بالإضافة إلى تيمنهم بدخولهم الخليج، وهذه كانت يعني زي ما يقولون تميمة حظ، هم حطوها في الموديل هذا، ولا زالوا الآن إلى آخر إصداراتهم وهم يحطون على طبعا الساعات الكلاسيكية الهيريتج شعار سوار. طبعا هذه كانت الشركة الوحيدة اللي فعليا موجودة في الخليج كساعات سويسرية أو ساعات أوتوماتيك، ومن أوائل الساعات اللي دخلت الخليج. طبعا اليوم الموديل اللي راح نتكلم عليه راح يكون موديل رقم 686810Y، طبعا جرين بامبو. الموديل اليوم الجرين بامبو راح يكون موديل جدا رائع، تفاصيله جدا جميلة. طبعا احنا من قبل تكلمنا على موديل قبله، كان الموديل جدا جميل وكان طبعا ايس بلو. اليوم راح يكون جرين بامبو. طبعا بالنسبة ومثل زي فيديو أي فيديو احنا راح نبتدي نتكلم فيه، راح نبتدي نتكلم عن التفاصيل، وابتداء بالتفاصيل راح نتكلم عن الموفمنت. طبعا بالنسبة للموفمنت اللي اليوم راح نتكلم عليها ككاليبر نمبر، هي راح تكون 2836/2 من شركة ETA اللي هو الشركة العريقة الخاصة بتصنيع المكائن السويسرية. طبعا شركة ETA شركة جدا كبيرة، شركة جدا عريقة. طبعا هي الشركة شركة سويسرية. الشركة هذه طبعا تعطي إما مكائن بيور وإما مكائن بتكون معدلة. طبعا المكائن هذه أو الشركة هذه تعطي لأغلبية الشركات السويسرية، مو بس اللي هو طبعا الويستند، شركات كثيرة يأخذون من 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 الشركة هذه اللي هو شركة ETA، ويبتدون يعدون على الساعات. طبعا يبتدون يعدون على التفاصيل والمميزات. طبعا الماكينة اليوم المستخدمة اللي احنا تطرقنا لها طبعا هي راح تكون ماكينة اوتوماتيك هاند وايندينج وسيلف وايندينج. المقصود بالهاند وايندينج راح تكون عن طريق التعبئة اليدوية، سيلف وايندينج طبعا راح يكون عن طريق التعبئة الذاتية عن طريق البالانس ويل اللي راح يكون موجود داخل الساعة، وراح يبتدي يشحن الساعة بشكل كامل. طبعا بالنسبة للأكيروس الأوفيشل بعد طبعا تعديل الساعة أو بعد تعديل طبعا الماكينة راح يكون طبعا من 0 إلى 15 ثانية بير داي ماينس بلس، بمعنى أن هذا طبعا المعدل احنا نرجع نقول مرة ثانية يعتمد على حسب استخدامك أنت كمشاهد أو أنت كمستخدم أو أنت كعميل، هذا هو اللي بيحكم اللي هو تقديم التأخير. ولكن أوفيشل هو من 0 إلى 15 ثانية بير داي. طبعا أيضا راح نتكلم عن الباور ريزيرف لهذه الساعة. الباور ريزيرف لهذه الساعة راح يكون 45 ساعة باور ريزيرف. طبعا أيضا المعدن المستخدم في هذه الساعة راح يكون مقسم على 3 قطع اللي هو الكيس والباند والقفل. راح يكون طبعا إيفر برايت، طبعا هو خليط من معدن الستان ستيل. طبعا هذا المعدن مطور ايضا من شركة ويست اند على اساس ان هذا المعدن يكون فيه 3 مزايا اساسية. اول شيء يكون معدن صلب جدا، الحاجة الثانية يكون معدن شايني، الحاجة الثالثة يعطينا اللي هو طبعا البياض اللي احنا راح نشوفه في الاستعراض لابعاد الساعة.
بيكون في اللي هو فكرة البياض العالي، إنه ما يتغير اللون ولا يصدأ ولا يكون مثلا زي الساعات العادية في الستان ستيل بعد فترة اللي هو غري 316 يكون يقل اللون الأبيض أو يكون فيه شوي بهتان. هذا الشيء ما راح نشوفه مع المعدن هذا، لأنه خليط من معادن تم تطويرها عن طريق شركة الويست إند. طبعا أيضا بالنسبة للكيس المستخدم أو بالنسبة طبعا للزجاج المستخدم في هذه الساعة راح يكون سفاير كريستال فلات طبقة واحدة. بالنسبة أيضا لللومن برايد راح يكون اللومن برايد أو الإنارة الليلية بتكون موجودة في الهاندز وفي أشراط الساعة. أما طبعا بالنسبة للجولز اللي موجودة في هذه الساعة راح تكون 25 جولز. أيضا بالنسبة للمكينة في عندنا أيضا تطوير من شركة ويست إند على موضوع الأنتي شوك سيستم. فكرة الأنتي شوك سيستم هو طبعا أيضا مطور من شركة ويست إند على أساس أنه يمتص أو يواكب الصدمات، فما يسبب إشكالية عندنا من ناحية التقديم والتأخير أو من ناحية الباور زيرف، لأن معروف الساعة لما تطيح على سبيل المثال لما يكون الساعة ترج، فبعض الأحيان يكون في شوية تقديم قفزة كذا دقيقة أو أكثر. طبعا هذا الشيء ما راح نشوفه لأن الساعة هذه طبعا تم تطويرها أو الماكينة تم تطويرها عن طريق الشركة. بالإضافة إلى عندنا أيضا الميزة اللي طورتها الإضافية من ضمن المزايا اللي طورتها اللي هو ويست إند هي ميزة الفايف بوزيشن. إيش فكرة الفايف بوزيشن؟ إن الساعة لما تكون عمودية أفقية أسفل أعلى، الفكرة الفايف بوزيشن هذه هي الوضعيات للكيس الخمسة. وطبعا هذه الوضعيات حسب الأوفيشل في شركة ويست إند إن تم تطويرها على أساس أنها تواكب المسألة هذه، وأيضا يكون سبورت للباور ريزيرف وايضا للاكيروس بحيث انه يكون في انسيابيه ويكون ثابت ما يكون في اي مشاكل. الان راح نبتدي نستعرض ابعاد الكيس. طبعا بالنسبه للسماكه او الثيكنس بيكون 1290. اما طبعا بالنسبه لحجم الميناء اللي هو بيكون طبعا من 3 الى 9، من الكراون الى 9 بيكون طبعا الديميتر 42 كمقاس ديميتر. اما بالنسبه طبعا للقل تولق اللي هو طبعا من اعلى حافه الكيس الى اسفل حافه الكيس بيكون 49.20. اما بالنسبه لوزن الساعه ككل بيكون طبعا وزن الساعه اللي هو 225 جرام. أما بالنسبة لتحمل الماء أو الووتر سيستم بيكون 5 بار بما يعادل طبعا 50 متر. وأيضا بالنسبة للدايل أو بالنسبة للمينا لون المينا راح يكون جرين بامبو. الآن راح نستعرض أبعاد الكيس عن كثب ونشوف أبرز المزايا وأبرز التفاصيل بهذه الساعة. طبعا من بداية زي ما تعودنا احنا مع بعض، اول شيء راح نبتدي طبعا نستعرض القطعة هذه. القطعة هذه مهمة انا بالنسبة لي صراحة، هذه اللي تبين شغل الماركة. طبعا مثل ما احنا شايفين ستان ستيل ايفر برايد، فعلا يعني مصنوع من ايفر برايد. طبعا راح يكون شعار الشركة اللي هو ويست إند اللي هو دبليو. بأمانة يعني مبين الشغل. طبعا هذه تعتبر ساعة كلاسيك عادية يعني، بس احنا نحب نستعرض التفاصيل بشتى طرقها. برش حلو من الجهتين، برش جميل رائع صراحة. بالنسبة طبعا للسلسلة هذه سلسلة الجوبلي، قريبة كثير من شغل الرولكس صراحة، يعني شغل متقن يعني، تعتبر بسيطة كلاسيك. طبعا هذا نعطي زوم شوية. اوكي طيب هذا زوم اساس نشوف بالنسبة للسلسلة الشرشر. هذا اللي هو السلسلة، البرش مرة روعة يعني، شغل متقن صراحة، شغل متقن مثل ما احنا شايفين. هذا السلسلة سلسلة الجبلي حلوة مع القفل، معطيها شكل جمالي صراحة، جميل. تمام نجي الحين نشوف الكيس.
بيكون عندنا دبليو على الكراون اللي هو طبعا شعار الشركة. برش حلو، فينيشنج جميل. يعني مثل ما تكلمنا من قبل هي ساعة كلاسيكية يعني هيروتج، فتفاصيلها بسيطة يعني، وهي حالاتها بتفاصيلها لأن محبينها ومريدين الساعة هذه والفانز حق الساعة هذه هم يحبون البساطة هذه. نرجع شوية، طبعا بيكون الداير مثل ما احنا شايفين اللي هو لون أخضر اللي هو قريب بامبو، وعندنا الهاندز باللون الذهبي. نجي شوي نعطي الكيس حقه، الشرشرة اللي فوق هذه معمولة بشكل متقن، يعني شغل رولكس، بس يعني مو رولكس ولكن شغل متقن يعني. طبعا هذا اللي هو الكيس باك برضو شغل حلو، هنا عاملين طريقة اللي هو الستامب، ستامب كومباني، حاطين شعار الشركة، معلومات الساعة كاملة، شغل جميل صراحة يعني، شغل متقن يعني. الزجاج فلات، انعكاسات، خلينا نشوف الانعكاسات، هذه انعكاسات الضوء على الساعة، جميلة صراحة، لطيفة لطيفة، ساعة لطيفة بأمانة، ساعة لطيفة. طبعا بالنسبة للي مثل ما احنا شايفين الآن كساعة، راح نشوف طبعا يوم وتاريخ، بيكون اسم الشركة اللي هو West End Watch Company، سوار اللي تكلمنا عليه من قبل، برايما، بريما اللي هو طبعا موديل الساعة، شعار جنيفا اللي هو طبعا تكون يعني اللي هو قياس الساعة في المعهد السويسري، بالإضافة طبعا إلى دعم من سويسرا، وأيضا هذه من قلة ساعات قليلة جدا تأخذ شعار جنيفا اللي هو الصليب. أوتوماتيك طبعا الماكينة المستخدمة في الساعة، بالنسبة لـ 25 جول اللي هو الجولز المستخدم، أيضا راح يكون عندنا اللي هو الهاندز باللون الذهبي، وبيكون اللون الأرضية الميناء خضراء، طبعا راح تكون دبل دوم للتاريخ، أيضا معطية جمالية حلوة مثل ما احنا شايفين. الصراحة يعني استعراضها مرة جميل، يعني ساعة لطيفة بسيطة كلاسيكية بحتة بحتة بحتة، وشغلها مرة حلو. طبعا الآن راح نبتدي نستعرض طبعا الإنارة الليلية مع بعض. استعرضنا الإنارة الليلية مع بعض، وكانت الإنارة جدا رائعة بالنسبة للهاندز، بالنسبة لأشراط الساعة كانت واضحة وشكلها جميل. طبعا هذا شكل الساعة في اللبس، جميلة الساعة صراحة لطيفة، يعني لسنا نقول احنا ساعة حلو، ساعة كلاسيكية يعني بسيطة صراحة، هي حالاتها في بساطتها وفي لطافتها يعني ما اقدر اقول شيء ثاني عليها، يعني هي ما فيها تقنيات كثيرة، بس شغل 10 على 10 يعني، معمول يعني شغل صراحة معمول 10 على 10، غلطة ما عليها، وتعتبر يعني كساعة كلاسيكية مرة جميلة، يوم وتاريخ حلوين، لون مينا حلو بشكل مميز، جميل. استعرضنا الموديل 6868103330Y، وكان الموديل جدا جميل ورائع، تفاصيله حلوة دقيقة، ساعة كلاسيكية بحتة، جميلة جدا، وأنا أشوفها 10 على 10، غلطة ما عليها. طبعا بالنسبة لسعر الساعة راح يكون 2490 ريال، شامل الضريبة وشامل طبعا التوصيل، في حال طبعا إذا كان في على سبيل المثال اللي هو طلب خارج المملكة العربية السعودية أو شركات شحن مخصصة، طبعا راح يختلف السعر باختلاف الوجهة اللي راح تروح، وأيضا لو كان فيه لا سمح الله اللي هو ارتفاع في الضريبة أكثر من كذا أو غيره. طبعا بالنسبة للملحقات أو الأكسسوريز اللي راح يكون موجود مع الساعة هذه، طبعا راح يكون معها اللي هو البوكس الجميل هذا اللي هو طبعا موجود معنا بالفيديو، بالإضافة إلى بوك مانيوال موضح فيه تفاصيل الاستخدام وكيفية استخدام الساعة، وأيضا راح يكون معها كتالوج في
إصدارات الوست إند الأخيرة، بالإضافة إلى أبرز المزايا الخاصة فيها. يبقى الآن رأينا الشخصي. طبعا بالنسبة لرأيي الشخصي، أنا أشوف أن الساعة جدا جميلة ورائعة بصراحة، مميزة، ولكن مميزة لشخصين. إما أنها تكون هدية، وأنا أشوفها كهدية بتكون هدية قيمة وجدا جميلة ورائعة. الحاجة الثانية، لشخص حاب أن يأخذ الساعة هذه ككلاسيك، كساعات آباء وأجداد، كساعة قديمة، كساعة هيرتج، كساعة يكون استخدامه مثلا الأول والأخير اللي هو ككلاسيكي. إن أنا مثلا سوت على سبيل المثال اللي هو الزي الرسمي حقنا، اللي هو ثوب وشماغ قط، راح يكون فظيع صراحة الموديل. وبعدين الموديل أصلا يعني لو ناسه، لو الأشخاص اللي يحبون الموديل هذا لبساطته، لتفاصيله البسيطة اللي مخلية الساعة لها شكل وطابع مختلف. طبعا من قبل احنا استعرضنا الآيس بلو، كان مرة روعة صراحة اللون. وأيضا اليوم استعرضنا اللي هو الجرين بامبو. طبعا احنا خلنا نتفق على حاجة معينة، الساعات اللي زي كذا الكلاسيكية عشان تطلع وتكون خارج المألوف، انت تحتاج انك تغير لون المينا. بمعنى دائما ألوان المينا أبيض وأسود، أبيض وأسود بيكون جميل صراحة، الأسود ملك الألوان، والأبيض مع الكيس بيكون رائع. بس لما ناخذ موديلات أو ألوان مختلفة، هذه تخلينا أول شيء نخرج خارج المألوف، وثاني حاجة تخلي فيه تميز في الإصدارات. تخلي عندك ساعة لما تاخذ أنت مثلا زي اليوم اللون اللي عندنا أخضر مع حواف ذهبية وذهبية بالنسبة للهاند، كانت الهاند جدا رائعة وجميلة. بالنسبة طبعا للضمان، راح يكون عندنا ضمان لمدة سنتين، سنة راح يكون انترناشنال من شركة وست اند، وسنة إضافية سبورت احنا راح ندعمكم فيها كـ OWB Watch في حال لا سمح الله عيوب مصنعية أو لا سمح الله دخل الساعة موية. طبعا هذا راح تكون سبورت من عندنا وكخدمة إضافية من عندنا كـ OWB Watch. لأي سؤال أو استفسار نتمنى منكم التواصل معنا على الأرقام الموجودة على الحسابات. أتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم، شكرا لكم حسن المتابعة، نتمنى لكم ليلة سعيدة وأمسية ممتعة في أمان الله.